أزمات كثيرة ضربت العالم وخلفت وراءها تداعيات مستمرة حتى الآن، وتعد مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمات وعملت على إيجاد أفضل السبل للتعامل معها لتقليل أثارها السلبية. وكان القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات المتضررة بسبب الأزمات والتحديات الدولية المتنوعة. أزمات كثيرة مرت على العالم وتركت تداعيات مستمرة حتى الآن، وتعد مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمات فعملت على إيجاد أفضل السبل للتعامل معها لتقليل الآثار السلبية المترتبة عليها حماية لمكتسبات الوطن والمواطنين. القطاع الاقتصادي كان الأبرز من بين القطاعات المتضررة بسبب الأزمات والتحديات الدولية المتنوعة، ومن بينها أزمة تغير المناخ، فلم تتأخر مصر كثيراً حتى وقعت على اتفاقية باريس للمناخ والتصديق عليها في البرلمان خلال عامي 2016 و2017، وذلك إدراكاً منها لما يمكن أن تؤدي إليه مثل تلك الأزمات من كوارث طبيعية تتآكل معها كل المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بفضل برنامج مصر للإصلاحات الهيكلية والذي بدأ في عام 2016. ومع بدء انتشار جائحة كورونا في عام 2020 وما نتج عنها من خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد، سارعت مصر في المرحلة الأولى نحو إجلاء رعاياها من الصين مع تعليق الرحلات الجوية مع بكين، قبل أن تبذل القاهرة كل ما أوتيت من قوة في سبيل الحصول على كميات هائلة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال استجلابها من الخارج أو تصنيعها محلياً بالتعاون مع كبريات الشركات المعنية. التعامل المصري مع أزمة كورونا لم يقتصر على النواحي الصحية فحسب، حيث كان للقيود التي فرضت لكبح انتشار الفيروس تأثير على النمو الاقتصادي في البلاد، لكن تعافى النمو سريعاً وحقق معدلات عالية بفضل التعامل المرن مع مختلف التطورات العالمية بالتوازي مع البرامج الاجتماعية والمخصصات الضخمة التي خصصتها مصر لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وإنقاذ القطاعات الاقتصادية من الانهيار. وفي منتصف أغسطس من عام 2021 انفجرت الأزمة الأفغانية إثر دخول قوات حركة طالبان إلى العاصمة كابول، معلنة مولد حالة سياسية جديدة. فكان التحرك المصري سريعاً وفعالاً لإعادة الجالية المصرية المتواجدة في أفغانستان إلى أرض الوطن، ومن بينهم مسؤول السفارة المصرية والبعثة الأزهرية وعدد من العاملين المصريين. وفي وقت ظن فيه العالم أن المكتسبات قد تبدأ في النمو في مرحلة ما بعد كورونا، أطلت على العالم الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022، والتي نتج عنها أكبر أزمة طاقة تشهدها الاقتصادات منذ سبعينيات القرن الماضي، ومع ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق واتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تجديد السياسات النقدية، عملت مصر على تطوير سياستها الاقتصادية نحو الاعتماد بشكل أكبر على التصدير وتوطين الصناعة، مع تحديث سياستها النقدية ما يجنب الاقتصاد الخسائر غير الضرورية التي تنعكس سلباً على المواطنين في مختلف النواحي. وبالتوازي مع التحرك الاقتصادي، كان الموقف الرسمي يتلخص في ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسياً لإبعاد العالم عن مخاطر المواجهة بين القوى العظمى وتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية والأزمات العالمية التي ينتظر بعضها حلولاً منذ عقود طويلة.